السلام عليكم، مرحبا مشاهدينا في كل مكان إلى موعدنا قراءة الصحف الجزائرية الصادرة اليوم. نبدأ قراءتها من صحيفة الخبر اليومي وفي عناوينها البارزة في الصفحة الأولى وفي مقالاتها في الصفحات الداخلية. في البداية أشارت الخبر إلى ما يتعلق بالضرب بيد من حديد على المضاربين أمام قسم مكافحة الإرهاب، تقول الصحيفة مخازن خاصة لاحتكار السكر والزيت. عادت لعملة هذا الموضوع بالضرب بيد من حديد والمضاربين أمام قسم مكافحة الإرهاب بالمحاكم. في موضوع آخر تحدثت الخبر بكثير من المقالات في صفحة الأولى وحتى في الصفحات الداخلية على العلاقات الجزائرية الفرنسية، وأشارت في عنوان البارز وتساؤل واضح ماذا بعد زيارة إليزابيث بورن الجزائر وفرنسا، تقول صحيفة الخبر. ومنتدى الاقتصاد الجزائري الفرنسي تفاؤل يبعث شراكات جديدة وتفاؤل يبعث شراكات جديدة. في صفحة الأولى أشارت صحيفة الخبر إلى طبعا مغادرة وفاة الشيخ أبو عبد السلام إمام الوسطية والاعتداء رحمه الله، وغفر له أسكن الفسح جميله وألهمه بالصبر والسلوان. في ذكرى الستين من الإمام الجزائري إلى الأمم المتحدة، نعمان واثق من فوز الجزائر بعضوية مجلس الأمن الدولي، والجزائر تنتخب تقول الصحيفة عضوا في مجلس حقوق الإنسان. لقاءات بين الولايات المتحدة بداية من اليوم، والوزيرة عزوار اجتمعت برؤساء جماعات النادية. في صحيفة المشوار السياسي عادت إلى عمل صفحتها الأولى في موضوع اختلف بكما أشارت صحيفة الخبر، موضوع يتعلق بالمضاربة واحتكار السلاح. لا تسامح مع المتلاعبين بقوت الجزائريين، عنوان اختارته صحيفة المشوار السياسي كمقتطف من حديث رئيس تبون الذي أسدى تعليمات، تقول الصحيفة خلال اجتماع خاص بأن لا تتسامح مصالح الأمن والضغط مع المتلاعبين بقوت الجزائريين، وتقديم 23 متورطا في المضاربة أمام قسم مكافحة الإرهاب. المضاربة في السلع الاستهلاكية من قضايا المتابعات الخاصة بمكافحة الإرهاب. أزمة غير مسبوقة للوقود في تونس، وليس لديها ما يستند أو يسد احتياجاتها لمدة أسبوع، تقول صحيفة المشوار السياسي. عادت صحيفة المشوار السياسي في ملف آخر للحديث عن القمة العربية في الجزائر ووصفها بالاستثنائية بحوارها مع رئيس البرلمان العربي، الذي أكد أن هذه القمة توزع عقدها في الجزائر في شهر نوفمبر القادم هي قمة استثنائية. الاتحاد الأوروبي عول على الجزائر لحل أزمة الغاز، وهناك منحة جديدة تقول الصحيفة للشراكة بين الطرفين. كل الإجراءات اتخذت لبعث القطاع الاقتصادي تصريح لأيمن بن عبد الرحمن الذي أكد خلاله عرض سياسة الحكومة بمجلس الأمة. عادت صحيفة المشوار السياسي للحديث عن قفز الجزائر إلى في الأسر العالمية للابتكار صفحات بخمسة مراتب بفضل الحركية الاقتصادية. عنوان بارز في صفحة الحوار في أعلى صفحتها الأولى تحدثت عن وفاة الشيخ أبو عبد السلام وروايتها الشيخ أبو عبد السلام في جملة الأدبية. عادت الحوار للحديث عن مسألة العلاقات الجزائرية العربية وعن الاستعدادات للقمة العربية المزمع إجراؤها في نوفمبر القادم. قالت أن رئيس البرلمان العربي أبن عبد الرحمن العصوم يقول قمة الجزائر الاستثنائية زمانا ومكانا. عنوان بارز في الصفحة الأولى لصحيفة الحوار خصصته كله للحديث عن أمر رئيس الجمهورية في اجتماع خاص بالتصدي للمضاربة بكل صرامة، وعنونت موضوعها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يأمر في اجتماع خاص تصدي للمضاربة بكل صرامة. محكمة سيدي محمد تقدم 23 متورطا في المضاربة للعدالة وتشخيص
خلال التذبذب توزيع مواد استهلاكية. عادت صحيفة الحوار الحديث عن أسعار السيارات التي قالت أنها ستتراجع أسبوعا، وهذا حوار أجرته مع الاقتصادي أيمن شريط. صلاحيات واسعة للمنتخبين ضرورة حول قانون البلدية والإدارة البرلمانيون يتحدثون للحوار عن هذه المسألة. الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أيضا كانت موضوع حديث من صحيفة الحوار اليوم، والتي أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي مع الجزائر يعمل على علاقات ثنائية واعدة. في صحيفة الشروق اليومية عنوان بارز تحدث عن العلاقات الجزائرية الفرنسية وعن العلاقات الجزائرية الأوروبية، وقالت استكمال أشغال اللجنة الحكومية رفيعة المستوى ولقاء الأعمال شروط جديدة للعلاقات الاقتصادية الجزائرية الفرنسية، توصيات بشراكة لإنتاج الأدوية المفقودة والنادرة والأنسولين والحليب الطبي. جافي العلاقات الثنائية ستبقى رهينة ملف ذاكرة وخطوات مكرونة يابسة. ذات الملف وهو العلاقات الجزائرية الأوروبية، تقول صحيفة الشروق اليومي الجزائر وأوروبا أولوية الطاقات الجديدة. الوزير الأول يقول يريد مشاركة الأوروبيين في تمويل المشاريع التقوية. المنتدى الثاني مع الاتحاد الأوروبي يؤكد على تحقيق انتقال طاقوي في الجزائر. في على الصفحة الأولى لصحيفة الشروق نقرأ عن مغادرة معروفة أبو عبد السلام وعن الجزائر تفقد فقيها المرجعية الشيخ أبو عبد السلام رحمه الله. في صحيفة البلاد وقعت ذات المواضيع المتعلقة بالتعليمات الخاصة بمحاصرة ومطاردة وردع المغاربين والمتلاعبين بقوة الجزائريين بين قوسين، وهو معلن في صحيفة البلاد رئيس تنظيم الكراس اجتماعا خاصا حول الندرة والمضاربة بالمواد الأساسية، وتقول استنفار لوضع المتلاعبين بقوة الجزائريين. رئيس البرلمان العربي يحذر من التحولات العالمية المتسارعة ويقول قمة الجزائر تعقد في ظروف حاسمة. بالنسبة لصحيفة البلاد في صفحتها الأولى تسهيلات التأشيرة في صلب محادثات الأمام مع الوزارات الفرنسية، رئيس تعويض البلاد التذكير بأن رئيس تبون يأمر بمجابهة ومحاربة المتورطين في الندرة بكل سلامة. في الصحف الجزائرية الصادرة باللغة الفرنسية اختارت صحيفة لفورد الجيري التي عنونت في أعلى صفحتها الأولى الموضوع الذي قرأناه في باقي الصحف، وهو تبون يعلن الحرب على المغاربين في عنوان بارز. الجزائر تلتحق بالمجلس حقوق الإنسان في المنظمة الأممية الأولى، وهو عنوان كبير بالواقع عليه كما تتابعون وتشاهدون وأشارت إليه. النصور بالجيري للحديث عن العلاقات عن انتخاب الجزائر عضوا في مجلس حقوق الانسان بمنظمة الامم المتحدة. في عنوان اخر اشارت صحيفة النصور بالجيري الى ان الاتحاد الاوروبي يتحول نحو الجزائر من اجل بدلات تجارية وتقنية. هذه مشاهدينا في كل مكان اهم العناوين والملفات التي تناولتها الصحف الجزائرية الصادرة اليوم وقرأناها معا. لتحليل محتوياتها ومناقشة ملفاتها ينضم إلينا من الجزائر حفلاوي بن عامر غول الصحفي والناشط السياسي. حفلاوي بن عامر غول مرحبا بك، شكرا على تلبية دعوتنا. شكرا جميل المحترم، تحية طيبة مباركة لك ولكل الزملاء في قناتنا القراء والسيدة المشاهدين الكرام. في البداية نترحم على الشيخ أبو عبد السلام إمام الوسطية المعتدل الفقيه رحمه الله وأسكنه فسيح جنته. رحمه الله وأسكنه فسيح جنته. دعنا نبدأ مباشرة بموضوع يتعلق بندرة المواد الاستهلاكية وذات الاستهلاك الواسع، حليب، زيت، كلها دفعت إلى أن تكون هناك تعليمات من رئيس تبون لمتابعة ما أسموه
بالمتلاعبين بقوت الجزائريين ومن وصفوهم بالمضاربين في ملف المضاربة والتلاعب بقوت الجزائريين أمر بمتابعتهم باستعمال قانون مكافحة الإرهاب. هل ستنجز هذه المتابعات تحقق إنجازا، وهل ستتوفر هذه السلاح وأن محاربة وأن هذه السلاح نادرة لأن هناك فعلا مضاربة حفلة بالعمرول؟ أنا أتذكر نفس الشعبي يقول يتردد على الأمثلة كثيرا وهو كل شيء يتعش إلا خاين الضارة ما يتعش. قضية شعب، قضية أخلاق، قضية ضمير، قضية لهفة على الكثير من المواد، والرئيس أو القوانين ما حتى حاجة ما تقدر تدير حتى حاجة. ربما الردع يرجح الكفة قليلا، ولكن دائما ترجع إلى قضية ضمير المواطن وضمير التاجر. المضاربة ليست ولدة اليوم أو أمس، وإنما هي تراكمات سنوات. هذا التاجر هذا بين قوسين يعرف الكنترولات، يعرف البوليسية، يعرف الإدارة، يقدر يمشي إدارة تجارته بكل أريحية، ويقدر يزيد ويقدر يبيع. وإحنا شفنا نبيع، وحتى المواطن أصحاب المحلات عارضين المحلات، عارضين السلع أمام العام كما يقولوا قدام ربي وعباده، وما كانش قاع رادع، وكل واحد عنده أحبابه وكل واحد عنده أصحابه. وإنما دائما ضربة تجيب ممكن بالزوالي، في التاجر الزوالي. هذه القضية قضية أخلاق، قضية ضمير، قضية الاحتكار في السلع والمواد الغذائية، نشهدها من أجل الربح السريع. والدولة على بالها، وعلى بالها شكون اللي يحتكر، وعلى بالها شكون اللي راه يضرر في السلعة، وعلى بالها شكون اللي راه يبزنس. ولكن دائما رب ضارة نافعة هي ضارة للشعب ونافعة لبعض المصالح وبعض الشخصيات. ونتذكر دائما الوزير المرحوم وزير التجارة السابق بختي بن عوض، اللي مسكين مات بحصر تربة قدرش حتى يكسر يسكر القرقوطي، لأن القرقوطي هذا يوكل في الناس ماكلة غير صالحة، ودار القرار تاعو بالإغلاق مساء وبالصباح لقاها فاتح. هذه ليست قضية الرئيس، الرئيس ما يعيشش المواد الغذائية وما يعيشش الحوانت وما يعيشش المواطنين، ولكن احتكار كي يشوف المواطن حاجة زاد فيها سلعة ما زاد فيها التاجر هذا، يروح هو عوض أنه يشري بباطا والله ما يشريش، يروح يشري سأدعك تواصل، ولكن دعنا نعيد قراءة السؤال منذ البداية. نتحدث عن المضاربة ونتحدث عن لجوء التجار إلى تخزين بعض السلع ما يسمى بالاحتكار، ولكن دعنا نبدأ من الانطلاقة. هل هذه السلع تصنع في الجزائر كالحليب والزيت وما إلى ذلك؟ وهل يستوردها الجزائريون كلهم أم أن هناك من يستوردها ومن يحتكر استيرادها ويحتكر توزيعها أيضا، وبذلك يسمح أولى بمتابعته بقانون مكافحة الإرهاب؟ معليش زميلي المحترم، أنا أتفق معك في هذا الجانب، ولكن في أشياء كثيرة. أنه إذا كان السلعة مثلا تستورد من الخارج أو تصنع محليا، لازم يكون عندها سعر مرجعي، ولازم هذا كاين دفتر شروط، دفتر البيع والشراء، كاين في هذا البون اللي يشتغل أو الفاتورة التي يتسلمها التاجر هذا، مهما كان تاجر جملة أو تاجر تجزئة عنده الفريق الدائن. بصح الكارثة الكبيرة أننا شفناهاش مرة ولا زوج ولا عشرة، هذه منذ سنوات مطروحة قضية الردع. معليش هنا ماذا بينا يكون الردع في أي شيء، في قضية الإجرام، في قضية المخدرات، في قضية الاحتكار، في قضية هذه كارثة. ولأن من احتكر قوت المسلمين ثلاثة أيام فهو ليس منهم، ومن غشنا فليس منا. هذه قضية دائما ترجع إلى قضية أخلاق الدولة. ما تنجمش إذا كان كما هاك نديروا لكل حانوت، نديروا للبوليسي، كل مواطن نديروا للبوليسي، ونديروا الدولة البوليسية اللي ما تقدر تدير حتى حاجة. هي ترجع دائما ترجع لقضية الأرض. إذا كان هناك تسقيف الأسعار وهناك إظهار وإبراز الأسعار، من الضروري هذه ضروري تعامل باطورة، ضروري تعامل
رمضان السلعة تعود ما كانش، يزيدوا بالسكر والزيت، يزيدوا بالحملة وعلى كبش العيادي، يزيد الملابس تزيد، الأدوات المدرسية تزيد، ودائما نبقى نشتغل في هذا الموضوع بدون أن نجيب حلول. قضية هذا معليش، احنا مع تجديد العقوبات مع أي واحد من يحتكر تعامل المسلمين أو قتل المسلمين الجزائريين، معليش كيعود الحكم حتى بالإعدام. أنا مع الطرح، ولكن على تجي في واحد ولا في جوج، رغم كل الحوانت تحتكروا، ويجي لك حاجة هذه الحوانت راهي لا تجارة، لا سلوك تاجر، لا ريجيستر، لا أمور، هذه ما كاين والو. رانا نعيشوا في بازار، في تقابض، في تجارة فوضوية. راهي كل من الساس للراس ترجع لمديرية التجارة. بكري كانت مديرية التجارة عند كونترول ولا زوج كان يتحكم كامل بالولاية، ودوكا راهي الأعوان تاعهم راهم كل واحد عنده صاحبه، كل واحد عنده صاحبه، عنده تاع الزيت، هذاك عنده تاع الدجاج، هذاك عنده تاع البطاطا، ما يقدرش حتى واحد يتحرك، ما يقدرش حتى واحد طيب باش يدير له بوشي، لأنهم غادي ياكلين حكم حفلاوي. في ملف آخر تناولته الصحف الجزائرية الصادرة اليوم ويتعلق بانتخاب الجزائر عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة. كيف يقع حفلاوي بن حمد الغول هذا الخبر؟ الإنسان والحرية في الجزائر، ولا تصبحوا انتصار للدبلوماسية الجزائرية. نحن نعرف أن هناك الكثير من التجاوزات، هذا شيء لها وبين ما قدرت أن نضربه كمعتقلين الرأي، المحاكمات الأممية، المتابعات، الغرامات، هذه شيء متواجد يوميا، ولكن أقول حدة عن المنظومة، عن النظام السابق. ولكن انتخاب الجزائر على أي أساس؟ ربما هناك لمسوا أن هناك نوع من الحرية متواجد في حكم رئيس تبون مثلا، أو تراجع عن الحريات لأحد الرئيس المخلوع. هذه دائما قضية دبلوماسية، والجزائر تسعى من أجل أن تكون متواجدة بالكثير من المنظمات الإقليمية والدولية، ولكن الواقع أن الجزائر عليها أن تحسن من حقوق الإنسان والتعامل مع الحريات ومع سجن السجناء الرأي وعن الصحافة كذلك، فتح المجال أمام الإعلام، لأن الإعلام يقول يتصرف ويكتب بكل حرية. احنا رانا نشوفوا تراجع كبير بالنسبة للإعلام، سواء عبر القنوات أو عبر الجرائد والمواقع الإلكترونية. ما هيش تعرف في ما يجري بالداخل من أحداث وتجاوزات كبيرة من طرف العديد من الأجهزة، ما يستعملش في الإعلامية. وهذا السكوت ربما هو اللي أخذت عنه بعض الدول الصورة حتى انتخبت الجزائر عضوا في المنظمة الدولية لحقوق الإنسان. شكرا جزيلا لك حفلاوي بن عمر الغول، كنت معنا، ناقشت معنا جديد الصحف الجزائرية الصادرة اليوم. نختم هذا الموعد مشاهدينا بفقرة الكاريكاتير، ومعها أتركه